أيها الإخوة، فيما يختص بالأولويات احفظوا هذه القسمة الرائعة بل أكثر من رائعة التي انتهى إليها خبراء هذا الفن وهذا العلم. قالوا مناشطنا وأفعالنا تنقسم إلى قسمة رباعية، تنقسم قسمة رباعية، فهناك ما هو مهم وعاجل وهناك ما هو مهم وغير عاجل. هذا أول شيء في الطبق الأول. في الطبق الثاني هناك، مش الطبق الفول يعني، لا في المستوى، هناك ما هو مهم وعاجل، هناك ما هو مهم وغير عاجل، هناك ما هو غير مهم أيها الإخوة لكنه عاجل، وأخيرا هناك ما هو غير مهم وغير عاجل. فانتبه عاد كل يوم في جدولك وفي أهدافك حتى لابد أن تميز بين هذه الأشياء الأربعة. ولنبدأ مثلا بما هو مهم وعاجل. اليوم الجمعة، غدا السبت، طلاب الأكاديمية مثلا لدينا عندهم امتحانات، هذا مهم وعاجل، ما في، لابد أن يقدم على غيره، لا تستطيع أن تنسحب من امتحان وقد حضرت نفسك له لأنه فلان طلب مني مساعدة، ما في، هذا مهم وعاجل، تتقدم إلى الامتحان الآن. بعد أن أنهيت الصلاة مثلا معنا في هذا المكان المبارك، دخلت لكي يعني تتسلى مع إخوانك وتتناول غداء، جاءك هاتف من زوجتك، ابنك حارته زهاء 40، هذا مهم وعاجل، ينتهي كل شيء، بلا جلسة بلا اجتماعات بلا أكل بلا شرب مباشرة، بلا صلاة جماعة أيضا مباشرة إلى المستشفى. وريتهم الولد 40، تخشى علي على مستقبلي على دماغي، هذا مهم وعاجل، أمور مهمة وعاجلة بلا شك. هناك ما هو مهم، انتبهوا، هذا الثاني رقم 2 هو أهم هذه الأربعة إطلاقا. هناك ما هو مهم لكنه غير عاجل، وهذا هو سر عبقرية الناجحين المنجزين، يجعلون وكدهم وأكثر اهتمامهم أيها الإخوة بماذا؟ بالمهم غير العاجل. ما هو المهم غير العاجل؟ مثلا اكتساب مهارة معينة، مهارة التعامل مع الحاسوب، كل ما يتعلق به وبرامجه مثلا إيش الشائعة، هذا مهم لأي إنسان عصري، مهم لأي إنسان أن ينجح، طالبا أو عالما أو باحثا أو حتى أي رجل أعمال، أي إنسان الآن لابد أن يكون له دراية وإلا كان أميا بهذا العالم الحاسوبي الهائل الاتساع، لابد. لكن هذه المهارات لا تكتسب في ساعة أو ساعتين أو حتى يوم ويومين، تحتاج إلى إيش؟ إلى خطة وإلى جدول طويل جدا، قد يمتد 6 أشهر 7 أشهر سنة سنتين بحسب ما تريد أن تبلغه من المعرفة في هذا المجال. فهذا مهم لكنه غير عاجل، في النهاية سيكسبك ماذا؟ مهارة محترمة جدا في عالم اليوم. هذه المهارة ليست مهارة عادية، التعامل مع الكمبيوتر بنجاح مثلا، اكتساب لغة أجنبية مهم ولكنه ليس عاجلا، ولا يتم في يوم يومين وشهر وشهر، يحتاج على الأقل 6 أشهر وأحيانا أكثر من ذلك إلى أن تبرع في هذه اللغة وتحسن حذقها. هذا لابد له إيش من مواصلة العمل يوميا وفق رؤية وجدول يوميا، مثل برضو الحاسوب. أيضا مهم في نفس المستوى وغير عاجل، اللياقة البدنية، التمارين، تعمل تمارين رياضية، تلتحق بنادي على الأقل سويدي في البيت، أكثرنا لا يفعل هذا، هذا مهم ولكنه غير عاجل. ستعلم كم هو مهم في نهاية المطاف حين تتحول لا قدر الله إلى دبابة لحم تمشي على الأرض هونا، تمشي ستعلم كم كان هذا مهما وكم فرطت فيه، لأنك لم تضع أي خطة لمأكلك ومشربك والتمارين والممارسات الرياضية وزيارة الطبيب بانتظام وإجراء الفحوص أيضا لكي تعلم ماذا ينبغي أن آتي وماذا ينبغي أن أذر. ترتيب هذه الأشياء أيها الإخوة تماما، والاعتناء بهذا المستوى الثاني بالذات وفق خطة صارمة لا يحيد عنها المرء، يوميا ينجز شيئا في كل مجال من هذه المجالات يوميا ولا يفرط في هذا يوميا. مثلا حفظ القرآن لمن يريد أن يكون عالما أو طالب علم مهم غير عاجل، هناك بعض المجتهدين لم يكونوا حفظة، لكن هذا مهم بلا شك، قد لا يكون في أقصى الضرورة ولكنه مهم، وهذا أيضا مهم لكنه غير عاجل، يحتاج إلى خطة من 2 سنين من 3 من 5 بحسب الذاكرة، بحسب قوة الذاكرة والالتقاط، وهكذا حتى اكتساب العلوم والمعارف الأخرى، عاد كله مهم غير عاجل، أي علم ديني أو دنيوي مهم غير عاجل، يحتاج إلى زمانية طويلة كما يقولون، إلى زمانية طويلة. في النهاية ستجد الناجح أيها الإخوة وقد تقدمت به السن، انتبهوا، صورته كالتالي: أكثر مهارات، يعرف مهارات كثيرة سبحان الله، عنده لياقات كثيرة ستستغرب، يتقدم به العمر وتزداد مهاراته لأنه يهتم بماذا؟ بالمستوى الثاني، المستوى الأولويات، يهتم به باستمرار، ستجد أن مهاراته في ازدياد، أن علومه ومعرفه في ازدياد، نضج شخصيته في ازدياد، محبوبيته، ستجد أن محبوبيته لدى الناس لدى معارفه أيها الإخوة في ازدياد. لماذا؟ لأن من المهم غير العاجل توثيق العلاقات مع من مع من نحب،
هذا مهم ولكنه ليس عاجلا. مش شرط أن أزور أخي وحبيبي في الله اليوم، لكن شرط أن أزوره ولو مرة إيه؟ كل فترة مثلا، أن أرفع عليه كما يقولون إيه سماعة كل فترة، أن أهدي إليه هدية كل فترة. وطبعا لما لم يكن لدي صديق واحد وإنما أصدقاء كثيرون فالمهمة شاقة، لكن لابد من متابعتها. ستجد بعد حين أن هذا الرجل يزداد محبوبية لدى إيه من يعرفونه، وتقديرا وتوقيرا لمعرفته ونضجه وشخصيته. سنجد أيضا أنه يتمتع أيها الإخوة بلياقة بدنية وجسمية لا تتناسب مع سنه المتقدمة، وسيدهش له الناس. مستحيل أنت في 60 وبهذا الكسم كما يقولون، بهذا القد يعني، بهذه اللياقة، بهذا الجمال، بهذه النضرة. لماذا؟ لأنه كان يهتم بالمهم غير العاجل. يوميا كان يمارس الرياضة ولو 10 دقائق يوميا، أي نوع من الرياضة لا يفرط. كان صارما في مأكله ومشربه، ليس كل ما اشتهيت إيش بلعت كما يقولون، لا، يضع نفسي حدودا صارمة. فيه نوع من العذاب، نوع من الإعنات، لكن العاقبة محمودة، العاقبة محمودة، وعند الصباح يحمد القوم السرى. لنترك هذا. الآن المستوى الثالث أيها الإخوة، أشياء غير مهمة وعاجلة. ما هي؟ غير مهمة لكنها عاجلة. تقريبا أكثر الروتينيات اليومية، روتينيات كثيرة جدا جدا جدا، زيارات مفاجئة، تلفونات مفاجئة، لقاءات مفاجئة، أشياء أخرى. هذه أشياء غير مهمة بلا شك، يعني لو حذفناها من حياتنا لن نفشل ولن نندم، لكنها عاجلة. خلاص إنسان تلفن عليك، رفعت السماعة، بدك تتورط تتكلم، ليش بدك تسوي؟ سألك سؤالا ورطك السؤال، ما طلع السؤال طلع محاضرة. أنا دائما كان يريح على ذهني هذا السؤال، لماذا أسئلتنا طويلة؟ هذا يعذبني، لذلك أنا خاف من محمود. الأسئلة طويلة جدا يا أخي، والله فكرت في هذا فلسفيا كثيرا. لماذا؟ لماذا نحن العرب أحيانا أستمع الراديو النمساوي، والله استمعوا لي، أعتقد تستمعون، تعجبون والله، يتصلون مشايخ، ليس مشايخ دين يعني، عجزة كبار في السن، رجال نساء، سبحان الله يا أخي، هناك لياقة وذكاء يحسدون علي في صياغة السؤال الوجيز. صحيح؟ جملتان ثلاث جمل انتهى كل شيء، غريب. لكن لماذا نحن هكذا؟ يبدأ هو يسأل، أنت تسأل أم تشتكي أم تنتحب أم تلطم أم ماذا؟ أم تضع خطة لإنقاذ الأمة؟ ماذا تريد أنت بهذا؟ وبعد لأي أيها الإخوة تبين لي نسبيا هذا، أن السبب هو عدم وضوح الأمور أمامنا، لأن الأمور غير واضحة. تصوروا إنسانا وأمر معين غير واضح، مشوش كأوتش ملتبس عليه، هل سيطرح بصدده سؤالا واضحا؟ مستحيل. سيطرح تهويمات يسميها سؤالا، لكنها في النتيجة إيش؟ تعبر عن ضلاله وحيرته المسكين وتشتته، لأن الأمور غير واضحة تماما. بمقدار ما يكون الجواب الطويل والطويل جدا أيها الإخوة، يعكس عدم وضوح ماذا؟ الحقيقة أمام المجيب في أكثر الأحوال، في أكثر الأحوال. طبعا هناك إيش حالات نادرة وضح لي فيها أن السائل في الحقيقة لا يسأل، يعني هو لا يحب أن يعرف جوابك، لا الشرعي ولا الخبرات ولا العلمي، يحب أن يستجدي، هو يشحذ. يشحذ ماذا؟ يشحذ أن توافقه لتقول ما يريد أن تقوله، حتى يأخذ حجة على زوجتي، شفتي؟ قال الشيخ أو قال فلان، شفت أنت الحق معاي في الفلوس إلي. إذن هو لا يسأل، هو يلف ويدور ليستجدي ماذا؟ ليستجدي الموافق على شيء يكنه، يصرح به مرة ويستره مرة. أيضا نعود مرة أخرى إلى أزمة ماذا؟ عدم المصداقية. نتساءل عن نجاح اليابان، بلا شك في الجملة أمريكا أكثر نجاحا من اليابان بلا شك، واليابان لا تقارن بأمريكا. هل هناك أسباب؟ أسباب كثيرة جدا جدا، لو أخذنا سببا ثقافيا واحدا سأكتفي به هنا بما يخص هذه المسألة، أزمة المصداقية والوضوح وعدم الوضوح واللف والدوران. الأمريكي أيها الإخوة إذا جلس مع الياباني يفاوضه أي مفاوضة تجارية أو سياسية أو عسكرية، دائما الياباني يراع المسكين، تروعه صراحة الأمريكي العجيبة التي تشي عنده عند الياباني بحسب ثقافته وخلفيته الثقافية. بماذا؟ بشيء يؤشر إلى المكر، إلى الدهاء، إلى الخطة المبيتة، إلى الاستغفال، إلى إيقاع في المطب والشرك، مع أن الأمريكي لا. الأمريكي بشكل عام أيها الإخوة إذا أراد أن يفاوض يذكر لك هدفه صراحة، يقول هذه الشحنة مثلا أريد أن أخذها بسعر نهائي يتراوح بين 500 و 540، ماذا تقول أنت؟ الياباني ليس هكذا. اليابان حين كالعرب خطابون، حين يريدون أن يتزوجوا يرسلون الخاطب والخطابة، ليس عندهم مواجهة، لابد أن يكون واسطة. ولذلك حتى في المفاوضات دائما يدسون ماذا؟ الوسيط في البداية، لكي يعرف حقيقة موقف الآخر، ثم يعود إليهم
وعلى هذا الضوء يحددون موقفهم، ثم يقبلون موقفا تفاوضيا أيها الإخوة قلقا. الثقافة تختلف، ليسوا إيه مباشرين كالأمريكان. نحن أكثر من اليابان طبعا بدرجات في الروغان واللف والدوران أيها الإخوة، لما تقولون ما لا تفعلون. نسأل الله يعافينا ويشفينا مما نحن فيه. آخر شيء أيها الإخوة، أمور غير مهمة وغير عاجلة. طبعا كلنا مدمنون ونعرف هذا جيدا، أيضا مرة أخرى شفانا الله، أمور غير مهمة وغير عاجلة، أحاديث الناس أيها الإخوة، مسلسلات كذا ومسلسلات كذا. أنا لم أستطع أن أتخيل كيف بعض الناس، قال لك مش بعض الناس، كثير من الناس ألهاهم هذا عن صلاة التراويح، ألهاهم عن صلوات الجماعات، ألهاهم عن تربية أبناء، ألهاهم عن أشياء أخرى كثيرة، يتابعون مسلسلات مكسيكية، برازيلية، أمريكا اللاتينية، قال لك من 150 من 200 حلقة، شيء مش ممكن، مش معقول هذا على الإطلاق. والله الذي لا إله إلا هو، لو أنك تابعت 200 حلقة وثائقية من التي تبثها مثلا عربية أو جزيرة وثائقية لأصبحت باحثا، لأصبحت باحثا، لأصبحت رجلا عنده القدرة أن تحاضر في موضوعات كثيرة، تحاضر ومحاضرات علمية محترمة. إيش رأيك؟ أنا أحلف على هذا، 200 حلقة 200 ساعة يا حبيبي. اذهب إلى الجامعات وشوف كم ساعة عندهم، 170 ساعة دراسية، يقول لك موزع على 4 سنوات على 6 سمسترات، 180 ساعة. أنت ضيعت لي 200 ساعة على إيميلا وأنطونولا ومش عارف الكلام هذا، مش ممكن. وين يا مسلم؟ لا تزول قدماء عبد يوم القيامة يا عبد الله، اسأل نفسك، اتق الله في نفسك وفي وقتك، وضيعت أولادك وضيعت بناتك وضيعت الأسرة كلها، وما في تربية وما في علم وما في أي شيء. ليه؟ آخر شيء لأن الوقت قد أزف أيها الإخوة، التوازن.